لازم يتخلص من الزور. لا، هذا العقد المدني في اغلب صوره مع ما يتولد يكون عقدا صحيحا مكتملا وكان مشروط في ايجاب القبول وفي شهادتين وفي صداق وفي كل شيء. في بعض الحالات نقول فرق بين هذين، الاصل نفس المدني هو الشرعي. يعني اذا كان ايجاب القبول ايجاب القبول، ثم شهادتين ثم شهادتين، ثم مهر ثم مهر، ثم زوجين ثم زوجين، ماذا لا؟ عقد هذا زواج. هذا زواج. ويزيد عليه المثير. العقود سالكه، سالك العقود سالك العقود سالك العقود سالك العقود هذا فيما يخص الصيغه. وننبه في مساله الصيغه هذه تهم جميع التونسيين، يعني مساله عظيمه هذه كافه مساله. كافه. و يعني يتحمل وزرها هذه الكذبه هذه الشروط لعلها من مجلد 25 صيغه على غيرها مساله. يعطون الزوجين خيارين في مسألة الأملاك. يقول لك ملك شخصي منفرد كل واحد، زوج كل واحد من أملاك، ولا من باب إظهار الحب وإظهار يعني الألفة وكذا، تقول الاشتراك نظام الشراكة، ما عادش يسميوها الأخوة أصحاب التجربة يعني استشاروا الاشتراك في ملكية، الاشتراك في ملكية، هذه كانت في العقد في عقد الزوج. يعني وهم يصدعون أثناء بكون ملكي ملكي ملكي، يعني كافة من الملكية. أولا هذه اشتراك الملكية سواء بالزواج أو بالزواج، رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم نهى عن بيع القرار. هذا عقد قائم على القرار. قال يا أخوي عندي مال، أنت عندك مال، بينهم بعض الأخوة، أنت اللي تذبح أنا اللي عندي، أنت تخسر عندي، أنت عندي القرار. وهو قائم على الجهالة. وكيل بيعيني باطل، لا يصح. فكيف إذا اجتمع ذكر خليل المنتصري هنا لست قادر يعني كيف واحد مالكي يجيب شرط هذا الحكم، هذا ممكن تجد. قال ويعني قال باجتماعه يعني ويفسد باجتماعه مع بيع ومثل بيع الشركه، هذا المختصر خليل. يبطل عقد الزواج باجتماعه مع بيع ومثل بيع الشركه، يبطل مش يمنع عنه يبطل. ونقي هذا عن مالك رحمه الله تعالى نص في المدونه على حكم عقد النكاح ان الصدقه لا ينبغي ان تكون نكاحا وبيعا. فهذه من جمله العقود التي لا تجتمع. وسبب على الاجتماعيه الماضيه ذكره الخراشي في شرحه الخليقه، لان النكاح مبني على المسامحه، والشركه والبيع هي العقود المبنيه على المشاحه. واحد يبيع شيء كل مضبوط، لا ازدياد ولا تقصير. هذه العقود مبنية على المشاحة، يعني اليوم يراجع تقصيره. أما النكاح العلاقة بين الرجل والمرأة مبنية على المسامحة، مش مبنية على المشاحة، كل واحد يقول هذا حق ولا مش حق. فمسألة عجيبة وينبغي على كل متزوج أن ينسى هذا الخيار الثاني من الشراء المكفية، مش مهم. ما أعطوا شيء يكون فينا، مصيبة بتكون لك عارف. اللغط في عهد المال. أي في عهد المال رسمي. هذا السبب يعني في نظام هذا القانون تاعهم، كيفاش ينظموا المسألة، كيفاش نجم نبدلها بالبدلات، كان لازم نبدلها بالبدلات، ما كانش يكفي في معاملة المال لا تعتبرها، لأنه كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان فشر كما جاء في الحديث. يعني هذا شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وهو باطل. ولا يتبنى أحد في هذا الكلام ويقول أخونا زياد أبطل العقود اللي يقول والنكاح انت هو نكاح الزناد لا يوقع هكذا. الان نحن نتحدث عن حكايه شرعيه مجرده لا تدخل شيء، ولا يتحدث لنا احد منكم بهذا الكلام عن مسائل معينه تخص الطفل المحلل. هذا اقول لكم من الان. يعني ليس كل نكاح دخلها في مثل الصلاه، مش كل نكاح في الصلاه تكون باطل. والنكاح اذا حصل وتم البناء مش ولو كان باطلا فان اثاره تترتب عليه يكون البلاد بلاد وشده زنا ويكون شده عنف وزنا. هذه مسائل مش اللي يجيك حد فيها. مسائل النكاح خاصه بالامور التي الاصل ترفع من القضاء، القضاء الشرعي. لا يمكن ان تخرج بخير من منظومه القضاء. يعني مش اللي يجي يكلم مش اللي يجي يقول هذا باطل هذا صحيح هذا بالله نمثل. طيب الاولى قلنا الركن الاول هو الصلاه. الركن الثاني هو الصيغه. الركن الثالث هو الزوجان. ويشترط في الزوجين ان يكون على دين واحد، ان يكون على دين واحد، يعني الكافر يتزوج الكافر هذا نكاح صحيح،
الإجماع الذي نقله عبد الله المشطيط بن عقيلين رحمه الله تعالى الذي رواه الترمذي وغيره أنه قال لم يكن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. ترك الصلاة كفر بإجماع الصحابة. يعني حتى في القرون النبوية بل مالك رحمه الله تعالى خطيه لم ينقل عنه قول. ما تقولوش مالك رحمه الله من مالك قال. قال بعض المالكين وهو مشهور لنا إنه من ترك الصلاة تكاسل لا يكفر. لأنه مش خالص. قال وسدد ثلاثة أيام ثم يقتل. يعني لو يسدد ثلاثة أيام ثم لم يرجع الصلاة فهم من حد ومقتل من حد. يعني في جميع الحالات الذي يريد أن أخلص إليه الرجل ولي المرأة إذا جاء ذلك لصلاة لا يجوز له أبدا أن يزوجها غيرها أبدا وإن حصل فنكاح باطل لأنه هذا كافر خارج عن الإسلام يعني إجماع الصحابة. ومن مكينة ما قال به عبد الملك بن حبيب الأندلسي رحمه الله. طيب هذا تمليك من حصول الزوجين. بعد الزوجين عندنا الولي وهذا في حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهد عبد. لا نكاح إلا بولي وشاهد عبد. وقد قال الله سبحانه وتعالى فانكحوهن بإذن أهلهن. فانكحوهن بإذن أهلهن. ومفهوم المخالفة من أهل البلد أنه لا يجوز أن ينكح الرجل امرأة بغير إذن وليها. وكذلك في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. فنكاحها باطل باطل باطل. يعني هذا تأكيد يؤكد على الحقيقة يعني ليس ثم أي وجه لذوي يدك النكاح باطل. يعني فماش بشرعنا امرأة تجي تعرس بغير وليها مهما كان يكون أبوها وأمها والدين كله ميتين عندها ولي كما في الحديث ولي سلطان وسلطان ولي من لا ولي له. نتحدث الآن عن هذا الولي يشترط فيه شروط وهذه شروط ثلاثة. قال وعاقل أن يكون حرا ذكرا مكلفا والقرب فيه اعتبر العاقل هذا الولي الذي يزوج ابنته أو يزوج هذه التي هي الأمر هذا يشترط في أول شيء أن يكون عاقلا ثاني شيء أن يكون حرا هذا هو ثاني شيء. لكن شنو الشروط الأخرى اللي يخلي في مكلف يدخل فيها أول شيء الإسلام لأن المسألة لا تعرف عن المسؤولية لا تعرف لكن المكلف هنا يسألون فيها الإسلام أول شيء يعني الذي يكون كافرا لا ولاية له على المسلمين كما قال الله في الآية ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. بمعنى تارك الصلاة لا يزوج ابنته وإن كان الأب ميتا هذه البنت لها أخ معه هذا الأخ الذي كفر بأي نخل يسب في ربه يستهزئ بالدين يسكت يشرك بالله والعياذ بالله يترك الصلاة أي نخل من نخل الإسلام المعروفة وأي سبب من أسباب العدة التي يدعو فقهاء كتبهم إذا أتاها وتوفرت في شروط ثلاثة موانع فهي الذي يكون كافرا وحينئذ لا يصح أن يزوج هو أخته نقول له الأخ هو غيره. ثم قال يعني قال والقرب فيها تبرا يعني شكون يكون ولي؟ قال أولى واحد يكون ولي هو ابن يعني على الإسلام ابن المقصود امرأة عقل وجابت إصرار ومع عندها أولاد وعندها يعني رجل كفر وعندها بوهم أول واحد من إذا مشي قال ابن هذا المشهور مثلا ورواية عمالية أخرى أنها الأب. المهم الابن ثم الأب ثم الجد وانتقال ثم الأقارب يعني الذين يكونون من جهة الأب الذين يكونون من جهة أب المرأة على التعصيب المعروف عند أهل المواريث يعني بعد ما تمشي ابن الابن وانتقال وأب الأب وانتقال ومن بعد ننظر في الإخوة ومن بعد ننظر في العمام ومن بعد ننظر في أبناء العم هذا كله يصير معي. ثم أخونا هذه المرأة قتلت ما عندها لا أب ولا ابن ولا
الإجماع قال وقال وأجمعوا على أنه لا تنعقد إمامة كافر، وأنه إن كفر أو طرأ عين تبديل بشرع أنه ينعزل الإجماع. فمع نفس الطرح من وجود الشرع هذه المرأة توكل أعلى المسلمين فليزوجها، توكل أحد المسلمين لتزويجها.